بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى فقرة بيان لي غيكومبخوندغ. طبعا نتكلم عن هذا الكتاب الذي يسمى أيضا بيان لي غيكومبخوندغ. طبعا في وقت ما كانت هناك ثلاثة كتب مقررة للمستوى الابتدائي، هناك بيان لي غيكومبخوندغ الخاص بالثالث ابتدائي، ثم هناك الرابع ابتدائي، ثم هذا الكتاب الذي كان مقررا للخامس ابتدائي أو ما يسمى في ذلك الوقت الشهادة. إذن سنكمل مع هذا الكتاب أيضا بيان لي غيكومبخوندغ. كنا قد انتهينا فيما سبق عند هذه القصة كما نلاحظ، التي كان عنوانها بوسويفي باغ لي لو. إذن هنا سنرى ألاغار يعني عند المحطة، ألاغار عند المحطة أو في المحطة. إذا كما نلاحظ عندنا تخوت، أن بتي غارسون إيطالي أتوندر سي بارون ألاغار، تخوت أن بتي غارسون إيطالي أتوندر سي بارون، إيطالي أتوندر سي بارون ألاغار. إذا نتكلم عن تخوت، روغاردو سيغ ليماج، فوالا سي تخوت، كوم نو فويون كي فا ألاغار بوغ أتوندر سي بارون. إذا سيت أن بتي غارسون، إذا نتكلم عن طفل صغير، إيطالي، طبعا لو فيرب ألي فعل ذهب، إذا طبعا سيصرف مع إتخ في لو باسي كومبوزي، إذا نقول تخوت إيطالي، إذا تخوت أنه ذهب، أتوندر، ذهب لينتظر، سي بارون، والديه ألاغار، في المحطة، إذا هو ذهب إلى المحطة لكي ينتظر والديه اللذان سيعودان من سفر مثلا. إذن تخوت أن بتي غارسون إيطالي أتوندر سي بارون ألاغار، إيطالي أتوندر سي بارون ألاغار. أو كو سو تخان إي لون أفونيغ، أهين كو سو تخان بأن هذا القطار إي لون، هو بطيء. نقول عن شيء بأنه لون يعني أنه بطيء، في المؤنث نقول لونت، نضيف أ، نقول مثلا إن مارش لونت، مشية بطيئة. إذن أو كو سو تخان إي لون أفونيغ، آهين بأن هذا القطار بطيء في المجيء، يعني كم هو بطيء هذا القطار في مجيئه حتى يأتي، لماذا هو متأخر هكذا. أو كو سو تخان إي لون أفونيغ، أو كو سو تخان إي لون أفونيغ. Voici un homme avec une casquette qui passe. Voici un homme avec une casquette qui passe. ها هو رجل بطربوش الذي يمر. ها هو رجل يرتدي طربوشا كي باس الذي يمر. إذا المقصود هنا ها هو رجل يمر بطربوش. Voici un homme avec une casquette. ها هو رجل بطربوش كي باس الذي يمر. كي باس. Voici un homme avec une casquette كي باس. ها هو رجل بطربوش. ها هو رجل بطربوش الذي يمر. Est-ce que l'autre va bientôt arriver, monsieur؟ إذا عندنا هنا va arriver. هذه رأينا طبعا va arriver. إذا هذا le futur proche، بيانتو قريبا. est-ce que le train، هل القطار va arriver، سيصل. طبعا لو فيرب arriver يعني فعل وصل. طبعا احيانا نتكلم عن l'arrivée، الوصول، مكان الوصول او خط الوصول، نقول l'arrivée. est-ce que le train va bientôt arriver، هل القطار سيصل قريبا monsieur، سيدي. Est-ce que le train va bientôt arriver, monsieur؟ Quel train؟ أي قطار؟ Le train de papa؟ Le train de papa؟ قطار أبي؟ L'homme rit bêtement. الرجل يضحك، طبعا عندنا هنا الفيرب غير. الرجل يضحك بيتمون، لا بيت. نتكلم عن حيوان، نتكلم عن حشرة إلى غير ذلك. إذا l'homme rit bêtement، إذا الرجل يضحك بشكل هستيري كما نقول، كأنه يفقد صوابه بمعنى آخر.
L'homme rit bêtement. Trot voudrait lui donner une bonne tape. Trot voudrait lui donner une bonne tape. Et dans Trot يريد كان يريد كان يتمنى كما نقول. Le verbe vouloir, il me chauffe me serf le conditionnel présent. طبعا le verbe vouloir il est serf في le conditionnel présent انه في تلطيف الطلب. إذن كما نقول بأن هنا Trot انه كان يريد كان يتمنى أو يريد لوي دوني أن يعطيه أن يعطيه للرجل ماذا سيعطيه؟ إن بون طاب صفعة جيدة صفعة جيدة. إذن هو كان يضحك بشكل هستيري كما لو أنه يستهزئ به. إذن طبعا تخوت أحس بهذا الأمر. إذن لماذا أنا أسأله وهو يضحك بهذا الشكل خاصة عندما قال له لو تري دو بابا قطار أبي. طبعا الطفل يتكلم عن القطار الذي سيأتي فيه أباه بينما الرجل فهم بأنه كما لو أن القطار يعود لأبيه. لوم غي باتمون تخوت فودغي لوي دوني تخوت فودغي لوي دوني إن بون طاب. دو فيانتيل فوتخ بابا ثم يستكمل الرجل فيقول له دو فيانتيل فوتخ بابا دو فيانتيل فوتخ بابا من أين يأتي أباك منين بلاصه غيجي الاب ديالك دو فيانتيل فوتغ بابا دو عندنا هنا او عندنا او او ديال المكان اين عندنا هنا دو او دو او من اين اه مع او طبعا نحذف الاولى ونضع ابوستروف اذا دو فيانتيل من اين ياتي فوتغ بابا اباك دو تولون دو تولون سياتي من مدينه تولون L'homme regarde la grande horloge. الرجل ينظر إلى الساعة الكبيرة. ساعة الحائطية تسمى أورلوج. إذن l'homme regarde la grande horloge. الرجل ينظر إلى الساعة الحائطية الكبيرة. Le train entrera en gare dans 5 minutes. Le train entrera. طبعا عندنا هنا الverbe entrer au futur simple. L'autre entrera. إذن القطار سيدخل en gare إلى المحطة dans 5 minutes في خمس دقائق المقصود بعد خمس دقائق من الآن سيدخل القطار. L'autre entrera en gare dans 5 minutes. إذن نعيد Oh que ce train est long à venir. Vois un homme avec une casquette qui passe. Est-ce que le train va bientôt arriver, monsieur? Quel train? Le train de papa? L'homme rit bêtement. Trot voudrait lui donner une bonne tape. D'où vient-il votre papa? De Toulon. L'homme regarde la grande horloge. Le train entrera en gare dans 5 minutes. 5 minutes? Vous croyez que ce n'est pas long? خمس دقائق? Vous croyez? طبعا عندنا le verbe croire. طبعا مصرف le présent. Vous croyez, أنتم تظنون, أنتم تعتقدون, ومن كلمة la croyance, إن الاعتقاد أو الظن. 5 minutes, vous croyez que ce n'est pas long, أنتم تعتقدون بأنه ليس طويلا, أنا أصبر كل هاد الخمس دقائق, 5 minutes, يعني كثيرة. 5 minutes, vous croyez que ce n'est pas long, أنتم تظنون بأنه ليس طويلا, أليس هذا الوقت طويلا؟ حتى أنتظره لقدوم القطار. إيه بيا جيد. فو ترومبي أنتم مخطئون. طبعا لو فيرب ترومبي يعني خداع. طبعا لو فيرب ترومبي يعني خداع. هنا عندنا لو فيرب سو ترومبي. عندنا لو فيرب سو ترومبي كما تنشوفوا بأن فو التانية راه ديال سو ملي تتصرف ديك سو ديال لو فيرب سو ترومبي مع فو هذيك سو تترجع فو. فو ترومبي فو ترومبي أنتم مخطئون أنتم مخطئون. إذا أكيد أنكم مخطئون. إذا القطار سيدخل في أقل من هذه المدة. إل نو فينيس با سي 5 مالوغوز مينوت. إل نو فينيس با سي 5 مالوغوز مينوت. إذا هي لن تنتهي سي 5 مالوغوز مينوت. سي 5 مالوغوز مينوت. هاد الخمس دقائق السيئة. تحط هنا في كل مرة يقول Elle n'en finit pas. Elle est lente.
سي سايك مالوغوز مينوت. هذه الخمس دقائق السيئة. نقول عن شخص بأنه مالوغو يعني أنه حزين. مالوغو حزين. أوغو يعني فرح. طبعا في المؤنث نقول أوغوز فرحة. مالوغوز كما نقول أنها حزينة. هنا تأتي كما نقول سيئة أو حزينة إلى غير ذلك. Elle n'en finissent pas. Ces cinq malheureuses minutes. Trotte, va, vient, regarde l'horloge. Et dans trotte, yemchi, yaoud, regarde l'horloge. Thumma yandor ila, sa'a l'haïtia. Trotte, va, vient, regarde l'horloge. Et dans trotte, yadhab, thumma yaoud, yemchi, wa yaoud, regarde l'horloge. Thumma yandor ila, sa'a. Et dans où yassir wa yati, لعل وعسى تمر هد الدقائق الخمس. وفي كل مرة طبعا ينظر إلى الساعة. تخوط فا فيان غوغارد لغلوج. إن كلوش صون. ثم هناك جرس يرن. إن كلوش صون. إن كلوش صون. ثم هناك جرس يرن. لي زوم أون بلوز بلو سوميت أكوريغ. لي زوم أون بلوز بلو. سوميت أكورير. إذن الرجال أون بلوز بلو يعني بلباس أزرق. سوميت أكورير. سوميت أكورير. إذن الرجال باللباس الأزرق. سوميت أكورير. بدأوا في الجري. أخذوا في الجري. إذن بعدما سمعوا الجرس يرن إذن طبعا هاد الرجال باللباس الأزرق يجرون إلى أماكن معينة. ثم voici l'heure monsieur Trott. ها هي الساعة سيد Trott. المقصود هنا ها هو الوقت monsieur Trott يعني وقت وصول القطار. ديجان. ديجان. إذن أكيد الرجل بالطربوش اسمه جان. ديجان يقول جان regarde là-bas. ثم يقول له regarde là-bas. انظر هناك. vous allez voir paraître le train. عندنا هنا vous allez voir. طبعا عندنا لو فيرب الي ثم عندنا لو فيرب فوار. اش يعني هذا؟ يعني بان عندنا لو فيتور بروش. انت سترى قريبا. فوزالي فوار انت سترى. باغيتر ظهور. طبعا لو فيرب باغيتر فعل ظهر ومنها لاباريسيون. لاباريسيون يعني ظهور. فوزالي فوار انتم ستنظرون باغيتر ظهور لو تخان القطار. إذن انظر هناك سترى القطار يظهر. voici l'heure monsieur Trott دي جان. ها هي الساعة سيد Trott يقول جان. regardez là-bas. vous allez voir paraître le train. vous allez voir paraître le train. au tournant عند دوران. كما نقول أن السكة تأتي هكذا ثم تدور. إذن عند الدورة عند هد au tournant de la voie. au tournant de la voie une grosse locomotive surgit. une grosse locomotive surgit. إذن au tournant de la voie عند دوران الطريق une grosse locomotive surgit. طبعا عندنا le verbe surgir. surgir مقصود بها apparaître brusquement tout à coup يعني ظهر brusquement فجأة. apparaître brusquement يعني ظهر فجأة. tout à coup أيضا تعني فجأة. tout à coup فجأة في منتهى الطريق أنك لا ترى شيء وفجأة تنبعث القاطع فيظهر القطار. إذن au tournant de la voie. إذن عند دوران الطريق أو في نهاية الطريق une grosse locomotive surgit. إذن نتكلم عن قاطرة. قاطرة ضخمة surgit أنها تنبثق. كراشون اي سوفلون. كراشون ستادير كيل كراش دو لا فيمي. كراشون كما نقول أنها ترمي. كراشون كما نقول أنها ترمي. اي سوفلون ثم أنها تصفر أنها تنفخ. لو فير سوفلي إذن هي ترمي وتنفخ. كراشي إذن كأن تخرج شيئا من داخلها. إسوفلون ثم مصفرة ثم كما نقول أنها تصفر أو كما نقول أنها تنفخ. إذن عندنا كراشون
كما نقول رامية سوفلو نافخة أو شيء من القبيل. إذن au tournant de la voie une grosse locomotive surgit crachant et soufflant. Elle grandit. طبعا عندنا le verbe grandir يعني كبر. Elle grandit. هي تكبر. Grossi أنها تتضخم. طبعا عندنا le verbe grossir. إذن عندنا le verbe grandir كبر. Grossir تضخم. Avec un grandement énorme. مع صوت ضخم. مع صوت ضخم. طبعا le grandement نقوله مثلا لي صوت الرعد. إذا نتكلم عن le grandement أو نقول أحيانا عن عندما نتحدث عن شخص أنه يسمع له صوت نعرف بأنه غاضب. إذا نتكلم عن le grandement. Grossi avec un grandement énorme. إذا هي تتضخم بصوت ضخم. بصوت كما نقول énorme هائل بمعنى آخر. énorme هائل. La voilà ها هي. La voilà ها هي. Un bruit de tonnerre. Un bruit de tonnerre passe devant Trotte ahuri. Un bruit de tonnerre passe devant Trotte ahuri. صوت طبعا لو بغوي المقصود بالصوت دو تونير. لو تونير هو الرعد. لو تونير ليكلير اي لو تونير. ليكلير البرق. لو تونير الرعد. ان بغوي دو تونير اذا نتكلم عن صوت رعد باس دوفون تخوت يمر امام تخوت. اذا نتكلم عن صوت القطار الذي يحدث صوتا هائلا. إذن تخوت أهيغي. تخوت أهيغي إذن تخوت أنه مندهش. مندهش من رؤية هذا الذي يرى. إسكو لو تخان نو ساغيط با أونفان. إسكو لو تخان نو ساغيط با. هل القطار لا يتوقف؟ طبعا هو مر أمامه القطار وكأنه لن يتوقف بحكم أن القطار طويل شيئا ما، ولكنه في النهاية طبعا توقف. فقال أونفا يعني آهين في النهاية وفي الآخر. آهين وفي النهاية المقصود أونفا إل ساغيت يعني وفي النهاية هو توقف. أونفا إل ساغيت وفي النهاية هو توقف. وفي النهاية هو يتوقف. أونفا آهين في النهاية. أو فونيتر فوالا دي تيت كي باغيس. Aux fenêtres, في النوافذ. طبعا نتكلم عن نوافذ العربات. Voilà des têtes qui paraissent. طبعا الناس كانوا جالسين وعند توقف القطار طبعا الناس سيقفون للخروج للنزول. إذن طبعا Voilà des têtes qui paraissent. ها هي رؤوس qui paraissent التي تظهر. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب paraître. نتكلم على لو فيرب paraître. Vous allez voir paraître le train. إذن طبعا مع il avec s نتكلم عن il paraisse. إذن نقول je parais, tu parais, il parais, nous paraissons, vous paraissez, il paraisse. إذن هم يظهرون. Aux fenêtres, voilà des têtes qui paraissent. إذن في النوافذ voilà des têtes qui paraissent. ها هي رؤوس تظهر. Où sont-ils donc? Où sont-ils? Où sont-ils donc? Où sont-ils donc? أين هم إذن؟ لماذا تخوت يطرح هذا السؤال؟ لماذا تخوت يطرح هذا السؤال؟ Où sont-ils donc؟ المقصود به هنا Où sont-ils mes parents donc؟ أين هم آبائي إذن؟ أنا أنظر عدة رؤوس. أنا أنظر عدة أشخاص يظهرون. ولكن أين هم والدي؟ Où sont-ils donc؟ أين هم إذن؟ Tout à coup, فجأة, en levant les yeux, رافعا العينين, en levant les yeux, طبعا نتكلم عن لوفر لوفي يعني فعل رفع, en levant les yeux, رافعا العينين, il aperçoit un monsieur, il aperçoit un monsieur qui se penche hors de la portière. Il aperçoit. هو يلمح. طبعا عندنا هنا
Le verbe apercevoir. Sarraf, fait le présent. Tout à coup, fajatan, en levant les yeux. Rafi'an al-aynayn. Wa huwa yarfa' al-aynayn. Taban hadd as-sigha تجي باش تبين لنا بأن هناك فعلا يحدث بالموازاة مع فعل آخر. هذه الصيغة نسميها لوجيرونديف، تتركب من هاد أون ثم تتركب من لو بارتيسيب بريزون دي فيرب. بحال هنا عندنا لو بارتيسيب بريزون دي فيرب لوفي، عندنا هنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل لوفي. إذا نقول لوفون، نضيف لها هاد أون فيصبح عندنا ما يسمى لوجيرونديف. هذا ستام مود كاين في اللغة الفرنسية. إذن اون لوفون لي زيو، رافعا العينين، وهو يرفع العينين مقصود. ممكن تعني أيضا وأنا أرفع العينين وهو يرفع العينين. طبعا تتبقى الصيغة هكذا، رافعا العينين أو رافعة العينين. طبعا عاد غنعرفو شكون هو الشخص. باش غنعرفوه؟ بالتتمة ديال الجملة. إلا بيغسوا، إذن هو يلمح. إذن المقصود به هنا وهو يرفع العينين، طبعا استنادا على بقية الجملة. إلى بيرسوا، وهو يرفع العينين أو وهو يرفع عينيه. إلى بيرسوا، هو يلمح. أم مسيو، يلمح سيدا. كي سو بونش، الذي ينحني. طبعا لو فيرب سو بونشي يعني فعل انحنى. كي سو بونش اور دو لا بورتيير، اور دو لا بورتيير، ينحني خارج الباب. طبعا لا بورتيير نقولها مثلا عن باب السيارة، ولكن في حالتنا هنا نقولها عن باب العربة. إذن وهو ينحني طبعا ليخرج من الباب. إذن أكيد أن الشخص طويل وينحني حتى يتجاوز باب القاطرة. تطاكو فجأة اون لوفون لي زيو، رافعا عينيه. إلا بيرسوا مسيو، إلا بيرسوا مسيو qui se penche hors de la portière. Hors de la portière. إذن يرى شخصا، يلمح شخصا. طبعا apercevoir يعني أنك تلمح شيئا ولكن مازال ما تحققتيش منه، يعني تتلمح واحد الحاجة بواحد السرعة. هذا هو المقصود هنا. لو فيرب apercevoir يعني أنك تنظر شيئا بسرعة، يعني فعل لمح. إلى aperçoit monsieur كي سو بونش، إذن هو يلمح سيدا. كي سو بونش، الذي ينحني. اور دو لا بورتيير، اور دو لا بورتيير، خارج الباب، خارج باب العربة. لو كور دو تخوت، لو كور دو تخوت، لو كور دو تخوت با. إذا نتكلم عن قلب تخوت، قلب تخوت با. طبعا عندنا هنا لو فيرب باتخ، باتخ يعني ضربة أو قرعة. احيانا نتكلم عن سوباتر، تعارك مثلا. لو كور دو تخوت با كوم اون اورلوج، اذا قلب تخوت انه يضرب. كوم اون اورلوج، مثل ساعة حائطية. الساعة الحائطية نسمع لها صوت تيك 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 تيك. اذا نفس الشيء هنا حدث لتخوت عندما بدأ الناس ينزلون من القاطرة. إذن لو كور دو تخوت با كوم اون اورلوج، كوم اون اورلوج. إذن قلب تخوت با أنه يضرب أو يقرع. كوم اون اورلوج، مثل ساعة حائطية. لو مسيو صوت دي فاغون، طبعا هي تكتب واغون ولكن تقرأ فاغون. نتكلم على القاطرة. لو مسيو، طبعا حنا تانا عندنا مسيو ماشي منسيوغ. لو مسيو إذن السيد، صوت أنه يقفز. طبعا عندنا لو فيرب صوتي دي فاغون، يقفز من العربة. سون باغ دو تخوت، طبعا لو فيرب سون باغي هذه المقصود بها أنه احتكر، احتكر أو احتوى، أو كما نقول أنه يضم شيئا إليه ليصبح في ملكيته. طبعا هنا المقصود به أنه عانق، أنه ضم إليه تخوت. إذا نتكلم على لو مسيو صوت دي فاغون، إذا الرجل يرتمي أو يقفز من العربة. سون باغ دو تخوت، ثم يستولي على تخوت، المقصود أنه يحتضنه. لو سوليف دو تيغ، طبعا
طبعا لو فيرب سولفي يعني رفع ايضا، لو فيرب سولفي انك ترفع شيئا من مكان، لو سوليف لو سوليف دو تيغ، ثم يرفعه من الارض كوم اون بليم مثل ريشه. اذا هذا الشخص الذي احتضن تخوت انه يرفعه من الارض كانه ريشه خفيفه. لو مسيو سور دي فاغون سون بار دو تخوت لو سوليف دو تيغ كوم اون بليم. Une barre piquante lui écorche plusieurs fois la figure quand c'est bon. Une barbe piquante, la barbe المقصود بها اللحية. Piquante, أنها واخزة. سيد اللي هز تخوت الشعر ديال اللحية ديالو واقف. Piquante, حادة مثل الإبرة. طبعا لو فيرب بيكي أنك توخز، أنك تدق واحد الحاجة، أنك تدق. هذا هو المقصود بفعل بيكي. إذا نقول عن لا بارب بأن بيكونت، إن بارب بيكونت، إذا نتكلم عن لحية أنها حادة مثل الأشواك. لوي إيكورش، لوي إيكورش، طبعا نتكلم هنا على لو فيرب إيكورشي، المقصود به صلاخة أو قشرة، أنك تقشر ليمونة، أنك تصلخ شيئا ما، أنك تزيح جلده عنه. إذا نتكلم هنا على الفيرب إيكورشي. إذا هاد اللحية الحادة مادام أن هذا الشخص احتضن تخوت أكيد أنه سيقبله، ومادام أنه سيقبله من وجهه بهذه اللحية الحادة، إذا أكيد أن جلد وجه تخوت كأنه سينصلخ. إذا إن باغ بيكونت نتكلم عن لحية حادة لوي إيكورش، لوي إيكورش أنها تسلخ له بليزيوغ فوا لا فيغيغ، تسلخ له عدة مرات لا فيغيغ الوجه. كوم سي بون، كم هو جميل. كما تلاحظوا بأن تخوت عندما احتضنه هذا الشخص وعندما بدأ يقبله فهو كما لو كان يسلخ جلد وجهه بهذه اللحية الحادة. رغم ذلك قال كوم سي بون، كم هو جميل. كوم سي بون، كم هو جميل. طبعا لا يهم هذا الامر ما دام انه التقى بعائلته. كما تلاحظون رغادي سو مسيو كي سوليف تخوت دو لا تيغ اي كي لومبراس بليزيوغ فوا، والذي يقبله عده مرات كما عندنا هنا. ان بار بيكونت لوي ايكورش، اذا نتكلم عن لحيه حاده لوي ايكورش، ان تسلخ له بليزيوغ فوا عدة مرات. مادام أنه قبله عدة مرات كأنه يصلخ له عدة مرات لا فيغيغ الوجه. كوم سي بون، كم هو جميل. إذا كما قلنا أو سو تخان إي لون أفونيغ، فوسي أن نوم أفيك أون كاسكيت كي باس، إسكو لو تخان فا بيانتو أغيفي مسيو؟ كيل تخان؟ لو تخان دو بابا؟ لوم ريبيتمون، تخوت فودغي لوي دوني أون بون طاب، دو فيانتيل فوتخ بابا؟ دو تولون. L'homme regarde la grande horloge. Le train entrera en gare dans 5 minutes. 5 minutes? Vous croyez que ce n'est pas long? Eh bien, vous vous trompez. Elles n'en finissent pas ces 5 malheureuses minutes. Trotva vient regarder l'horloge. Une cloche sonne. Les hommes en blouse bleue se mettent à courir. Voici l'heure, monsieur Trot, dit Jean. Regarde là-bas. Vous allez voir paraître le train. Au tournant de la voie, une grosse locomotive surgit, crachant et soufflant. Elle grandit, grossit avec un grandement énorme. La voilà. Un bruit de tonnerre passe devant Trot ahuri. Est-ce que le train ne s'arrête pas? Est-ce que le train ne s'arrête pas? Est-ce que le train ne s'arrête pas? Ah, enfin! Aux fenêtres, voilà des têtes qui paraissent. Où sont-ils donc? Tout à coup, on leva les yeux. Il aperçoit un monsieur qui se penche hors de la portière. Il aperçoit un monsieur qui se penche hors de la portière. Le cœur de Trot bat comme une horloge. Le monsieur saute du wagon, s'empare de Trot, le soulève de terre comme une plume, une barre piquante. Lui écorche plusieurs fois la figure, comme c'est bon. إذا نستأنف في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.